ومن أرض المنتدى تنضم إلينا عبر الأقمار الصناعية زميلتنا رنا سالم. أهلا ومرحبا بك رنا، ما لديك من جديد إلى هذه الساعة؟ نعم لينا، أهلا بك وأعود لك والسادة المشاهدين. لا زالت إذن وقائع المنتدى مستمرة. الجلسة الماضية تحدثت عن التطوع وأهمية التطوع في القرن 21، ناقشت أكثر من محور، كيف الوصول إلى قوة من المتطوعين، يصل إلى مليون متطوع، ما العوائق التي تواجه المتطوعين وأيضا تواجه الشركات الغير ربحية والمؤسسات الغير ربحية خلال الفترة القادمة، كيفية التعاون ما بين القطاع الحكومي وهذه المؤسسات الربحية خلال الفترة القادمة. أكثر من مكنون تم طرحه فيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات تحديدا. هناك حضور كبير، كان هناك حضور أيضا لمعالي وزير العمل الذي اطلع منذ اللحظات على سير وقائع جلسات المنتدى قبل أن يغادر. هناك حضور كبير كما أشر منذ الصباح الباكر. شهد المنتدى اليوم أيضا حضور الكثير من ممثلي المؤسسات الغير ربحية. الآن دعونا نرحب بضيفنا المهندس سليمان بن فهد الهويسين، المدير التنفيذي لجمعية واعي. مهندس سليمان أهلا وسهلا بك معنا. حياكم الله، يا مرحبا. الله يحييك. دعنا نتحدث عن أهمية هذا المؤتمر، هو يتوافق مع رؤية 2030، كيف تنظر إليه؟ الحقيقة أن المؤتمر هذا خطوة متميزة جدا في إطار تطوير العمل غير الربحي في البلد. نحن حقيقة الفترة الأخيرة في توجه كبير جدا نحو تفعيل مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل القطاع غير الربحي. أضف إلى ذلك أن رؤية 2030 أتت لكي تعزز وتدعم وتقوي وتوجه هذا العمل. المنتدى يشكل يعني نقطة تحول كبيرة جدا بفعالياته الموجودة، بالمتحدثين، بالتجارب الموجودة، بأوراق العمل المقدمة. الحقيقة أعتقد أنه سيكون له أثر إيجابي متميز جدا على الميدان بعد المنتدى بمشيئة الله. هنا مهندس سليمان كمؤسسة غير ربحية في جمعية واعي، كيف تحرصون ربما على نقل تصوركم للمجتمع بشكل واضح؟ الحقيقة أنه جمعية واعي بشكل يعني محدد هي جمعية تعنى برفع الوعي المجتمعي نحو القضايا الأساسية تهم المجتمع، تعزيز السلوك القيمي وبناء حملات توعوية في المجتمع لخدمة هذا الأمر. في الجمعية نسعى لتعزيز هذا الأمر من خلال إطلاق حملات مجتمعية على مستوى المملكة بالكامل، من خلال يعني خطط وقضايا في بداية العام يتم تحديدها ويتم وضع برامج وفعاليات منوعة لها حتى نستطيع بإذن الله أن نلمس أثرها في الميدان. جمعية واعي هي يعني أحد الجمعيات التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تأتي ضمن منظومة العمل المجتمعي اللي تقوده الوزارة، والذي يسعى إلى تنمية المجتمع والانتقال به من الرعوية إلى التنموية، إلى المجتمع الذي قائم على قيم وقائم على مصادر وتفعيل طاقاته وموارده حتى يكون بإذن الله مجتمع نامي ومتمكن من طاقاته وتفعيلها. سليمان، أخيرا أنتم تعنون بجانب من جوانب الجمعية فيما يتعلق بالسلوك. خلال الورقة الماضية في الجلسة الماضية كان هناك حديث عن أهمية تقنين واحتواء المتطوعين، كيف يتم ذلك؟ الحقيقة الورقة أشارت إشارات رائعة جدا. المتطوع شخص متفضل بتقديم جهده، وقته، ماله، فكره، وبالتالي هو مورد حساس ومورد مهم جدا. وكلما استطاعت الجمعيات أن ترعى وتستقطب وتحافظ على هذا المورد كلما كانت فاعليتها أعلى. في الجمعية نحن أطلقنا عدة مبادرات لاحتواء وتوظيف طاقات المتطوعين، ورعينا فيها أن يكون المتطوع يعمل في مجال اهتمامه وشغفه وتخصصه حتى بالتالي يكون المردود والأثر أكبر بكثير على المجتمع من خلال ما يقدمه المتطوع. نحرص كذلك على إشراك المتطوع ليس فقط في التنفيذ بل في التخطيط وفي وضع التصور وفي التخطيط وفي وضع كذلك المستهدفات والاشتراك كذلك في قرارات الحملة أو العمل التطوعي اللي يشارك فيه. نعم مهندس سليمان بن فهد الهويسين، المدير التنفيذي جمعية واعي، شكرا لك. شكرا لكم، حياك الله. إذا لينا هذا هو حديث ضيفنا. ورقة العمل الماضية طرحت وأكدت على أهمية تقنين عمل المتطوعين. نعم. الوصول إلى مليون متطوع ليس بالأمر السهل، ولكن من الأهمية تقنين عملهم وتواجدهم حتى لا يكونون تحت تأثير أي أفكار ربما تستقطبهم في غير المجال المراد لهم. كما أشرت هناك الكثير من الممكنات طرحت. نعم. شددوا وركزوا فيما يتعلق بممكنين التشريعي والقانوني بالنسبة إلى المؤسسات الغير ربحية. أوافيك بالمستجدات لينا أول بأول. نعم.